بئس الرجل أنت يا تارك الصلاة. والله الذي لا إله إلا هو لو علمت ما تركت لما أسغت لقمة ولا غصصت بماء. لو علمت ما تركت الحبل الممدود من الله إلى الناس عزفت عنه. الصلاة ذكرت في كتاب الله في أكثر من 100 آية، في كل آية منها ربنا يعد المصلين، إما يعد المصلين بكرامة أو يوعد التاركين بعقوبة وملامة. أولها أول 100 في أول القرآن، وآخر 100 في آخر القرآن. كل القرآن منثور محشو بآيات الصلاة. أولها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. آخرها فصل لربك وانحر. ثم كيف تعزف نفس هذا الإنسان الذي نحن نحدث غير الجاحد غير المنكر، الجاحد هذا لا حديث لنا معه، هذا يعني هذا النوع من الحديث. أما الذي تزعم أنك في الدار مع المسلمين، كيف ترضى لنفسك أن تكون في موطن أخف العلماء معك وألينهم قولا لك يقول لك أنت فاسق من شرار الفسقة؟ كيف ترضى لنفسك بمقام بهذا المقام؟ كيف ترضى لنفسك بأن تترك شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفزع إليه كلما حزبه أمر، كلما نابت نبي الله نائبه قام إلى الصلاة فصلى؟ كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، وما جعلت قرة عينه في غيرها في الصلاة، وأنت تزعم أنك من أمته ثم بعد ذلك يخف عليك أن تترك ذلك الذي كان لا يتصور أن يترك؟ لو نشر جدك أو أبو جدك فقيل له إن من ذريتك يخرج من صلبك من يزعم أنه مسلم ولا تسجد ولا يخر ساجدا لله سجده، أكان يصدق؟ ثم يرضى الإنسان هذا. الصالحون أمورهم عجيبة مع الصلاة، حتى كان الاهتبال بها والاهتمام بها منهم عجيب، مما يقال إن علي رضي الله عنه قال لو علمت أنه قبلت مني صلاة واحدة لما اهتممت، يعني لما اهتممت لأي شيء بعد وحدة. لماذا؟ قال لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا قبلت علمت أنني من المتقين. عصام بن يوسف البلخي سأل حاتما الأصم، حاتم الأصم وهذا كان يقال له لقمان هذه الأمة، سأله قال كيف تصلي؟ قال أفعل الأمر كما أمرني الملك، أمشي بالخشية وأدخل بالنية وأكبر بالتعظيم وأقرأ بالترتيل وأركع بالخضوع وأركع بالخشوع وأسجد بالخضوع وأجلس بالأدب وأسلم بالتبتل وأرجع بالخوف وأقول لا أدري أيقبل مني أم لا يقبل. فقال له عصام إذا كانت هذه الصلاة، إذا كانت هذه هي الصلاة فما صليت صلاة في عمري. الجنيد رحمه الله يذكرون أنه كان يوما في مكة فأذن بالصلاة فقيل له تقدم، فقال لا أصلح للإمامة. قالوا لابد، وقدموه. فلما التفت إليهم وقال استووا رحمكم الله أغمي عليه، فقدموا أحدهم فصلى بهم. فلما فرغوا من صلاتهم أفرغوا على جنيد بعض الماء فاستيقظ، فلما أفاق سألوه ما سبب إغماؤك، أي شيء ما سبب إغمائك وأي شيء شأنك؟ فقال لهم إني لما قلت لكم استووا رحمكم الله كأن قائلا قال لي استويت أنت مع ربك حتى تأمر غيرك؟
هذه حياتهم مع الصلاة، هذه أحوالهم، وأنت يعني تتركها وتأكل وتشرب وتضحك من أشدقيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمتبتلين الصادقين الصالحين الصحابة: لو علمتم ما أعلم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أمور الصلاة كانت فيهم شيئا عجبا. لا، يرون بالصلاة أنهم في خدمة محبوبهم، يحبونه فيلتذون بتمريغ وجوههم بين يديه، يرون أنهم بصلاتهم يناجون من يحبون، فكانوا يستكثرون، لا يحبون الانفصال عن محبوبهم ربنا سبحانه. من العجب الذي يروى عنها في مثل هذا حال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كان إذا صلى في الحرم قالوا كان إذا ركع أو سجد حط حمام الحرم فوق ظهره لطول ركوعه وسجوده، يحسبه أنه جذع شجرة أو حائط من حيطان الحرم. قالوا كان إذا دخل بيته سكت أهل البيت هيبة له، فإذا أراد أن يصلي في بيته وكبر حينئذ تكلموا وضحكوا وارتفعت أصواتهم، يعلمون أنه انفصل عنهم بتكبيرة الإحرام. هذه الصلاة، نحن وإن كنا نقرر أن تاركها غير كافر، لكن بأي وجه يلقى الله؟ الكافر كافر، يقول لك أنا لست بمسلم ولا أؤمن بآخرة، فإذا يعني لقي الله يوم القيامة كلام آخر. لكن أنت تعلم أنك سائر إلى الله، تعلم أنك صائر إلى الله، تزعم أنك من أمة رسول الله، تزعم أنك تخاف الله، والعجب أنك لا تصلي. وهذه حال الناس ويخافون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم خائفة أن يضرب بكل ذلك وجوههم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أسأل الله تعالى أن يوقظنا من الغفلة، أن يجعلنا من المصلين، وأن ينفعنا بصلاتنا، وأن يقبلها منا، وأن يقبل منا ما كان صالحا، ويصلح منا ما كان فاسدا.